وضوء على الأحداث هذا اليوم أبدأها مع ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن معلومات مثيرة بشأن زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم القرشي، مظهرة أن وثائق تؤكد أنه عمل واشيا ومخبرا للأمريكيين عندما سجن في العراق. وأكدت الصحيفة أن زعيم التنظيم الذي خلف أبو بكر البغدادي كان متعاونا بشكل وثيق مع الأمريكيين، لا سيما ضد منافسيه داخل التنظيم الذين قتل بعضهم بغارات أمريكية بفضل معلومات قدمها. ومع أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت في الماضي وثائق عن أيام القرشي في السجن الأمريكي وصورت زعيم التنظيم المستقبلي بالعميل، إلا أن الوثائق الأخيرة تقدم صورة أكثر تفصيلا وتظهره بأنه مخبر مستعد للتعاون مع الأمريكيين من أجل محاربة التنظيم الذي ترأسه لاحقا. وقدم القرشي في جلسات تحقيق عام 2008 معلومات دقيقة عن كيفية تحديد مقرات للتنظيم. وخلف القرشي أبو بكر البغدادي بعد مقتل الأخير في أكتوبر 2019 بغارة أمريكية في سوريا. نتابع في هذا العرض أبرز المعطيات الواردة في التقرير. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان السيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. أرحب بك سيد حسن. إذن زعيم تنظيم الدولة كان مخبرا للقوات الأمريكية، ما الذي يعنيه ذلك؟ لا ينبغي يعني أن لا نأخذ هذه الرواية الأمريكية على محمل يعني غير الدعاية السياسية. يعني شاهدنا هذه الأمور عادة مع قادة آخرين سواء في تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة، يعني حتى أسامة بن لادن عندما تم قتله في مايو أيار في أبو ثبات 2011 تمت يعني أنيطت وثائق أبو ثبات بمركز مكافحة الإرهاب بوست بوينت، وبالتالي كانت تستخدم هذه الوثائق دائما لتشويه صورة أسامة بن لادن، وكان تحدث بأنه معزول له ليس له سيطرة إلى آخره. وبالتالي يعني هذا معتاد في سياسات مكافحة الإرهاب، لكن نعلم أنه أمير المولى الذي اعتقل فعلا 2008 كان كغيره بما من قبل، كان أبو علي الأنباري أو البغدادي أو التركماني عندما يكون معتقل هو يفرج عن معلومات لا يعتقد بأنها سوف تضر في الهيكلية التنظيمية. حتى الوثائق التي نشرت في المنطقة، ينتقد ثلاث وثائق من أكثر من 60 وثيقة اللي تتضمن محاضر التحقيقات التي أجراها الولايات المتحدة الأمريكية عندما اعتقل 2006 ولغاية 2008، وهذه الفترة اللي كانت هناك نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مع بتريوس قضية الصحوات وكانت تعاني من يعني صعوبة بالغة، وبالتالي هذه المعلومات لا أعتقد بأنها يعني تحاول أمريكا أن تخلق مشاكل في داخل التنظيم للقول للتمرد على إمارة أبو إبراهيم الهاشمي أو أمير المولى. نعم. لأنه هذا الرجل نعلم أنه منذ فترة بعيدة كان هو نائب للبغدادي، يعني منذ الإفراج عنه تقريبا 2010-2011 أصبح يتولى مناصب عالية، بينما هو عندما اعتقل لم يكن أكثر من شرعي يعمل شرعي، حتى بالوثائق التي أفرج عنها كان شرعي فقط يعمل في نينوى ثم مساعد لأمير المفسد. إذن هل نحن أمام سيناريو استخباراتي خيالي من قبل الولايات المتحدة؟ لا لا، هو ليس خيالي، إنما يعني هو انبنت على وقائع كما حدث مع بن لادن في وثائق أبو ثبات. على بعض الوقائع
بنت عملية كبيرة. يعني لماذا أمريكا، نعلم بأنها بعد أن أصبح أبو إبراهيم الهاشمي أو أمير المولى زعيم لتنظيم الدولة بعد مقتل البغدادي 20 أكتوبر 2019، رفعت قيمة المكافأة إلى 10 ملايين دولار لمن يعني يصل يقدم معلومات برنامج المكافآت من أجل العدالة. لماذا إذا تفعل ذلك إذا كان هذا الأمر مخبرا؟ من الواضح طبعا بأنها تريد أن تستثمر هذا الوضع، لأنه نعلم أن هذا الرجل هو أصبح أحد ربما أهم من البغدادي قبل مقتله، لأنه هو كان يقود اللجنة المفوضة وكذلك كان يقود يعني ديوان الأمن ما يسمى أخطر جهاز في داخل التنظيم، وكان هو الرجل الأول يكاد يكون في التنظيم في حتى مع وجود البغدادي. وبالتالي لخطورة هذا الرجل تحاول أمريكا الآن أن تسوق بأنه رجل ليس موثوقا وأنه منافقا وأنه يعني كان يعمل متعاونا أو مخبرا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الحقيقة يعني لا ينطوي على يعني يحاول أن يستثمر بعض المعلومات لاستثمارها في محاولة زعزعة التنظيم وخلق حالة من التمرد على الهجم. ولكن سيد حسن، كثيرا ما نسمع من أن تنظيم الدولة هو من صنع الولايات المتحدة، وبالتالي ألا يتوافق هذا القول مع هذه الوثائق اليوم؟ يعني هي هذه دائما كما حدث مع بن لادن وغيره، انه دائما تغذي نظريه المؤامره، لانه تعلم ان نظريه المؤامره بالذات في العالم العربي هي وبشكل عام هي دائما ليس لديها تفسيرات لهذه التنظيم، لكيفيه نشاه هذه التنظيمات الراديكاليه او السلفيه الجهاديه، وبالتالي هي تلجا دائما لديها اعتقاد ان هذه التنظيمات هي صناعه امريكيه، وهذا بالتاكيد غير صحيح، لانه نعلم ان هذه الحركه التي يقودها الان الهاشمي هي سليله تنظيم التوحيد والجهاد ثم القاعدة في بلاد الرافدين الذي قاتل الأمريكان. يعني من دفع الأمريكان إلى الهزيمة كان باعتراف الأمريكيين هو العمود الفقري للمقاومة، كان هو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي ثم البغدادي أبو عمر بغدادي ثم بكر البغدادي، وكلف الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم قبل الانسحاب بنهاية 2010 بداية 2011 كانت بحسب مركز خدمات الكونغرس أكثر من 58 مليار دولار كلف منظورة و 3.5 تريليون كلف غير منظورة، وأكثر من 12 ألف قتيل و 60 ألف جريح. وبالتالي أمريكا لم تنسحب يعني إلا بعد الضربات التي وجهتها المقاومة العراقية، وفي والعمل الأكبر هو كان يقوم به هذا التنظيم، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا التنظيم هو الذي، لكن أمريكا هي تخلط يعني الاحتلال الأمريكي كما قال كثيرون أن الاحتلال الأمريكي للعراق هو الذي وفر هذه الفرصة لصناعة هذا التنظيم، لأنه نعلم أنه في العراق لم يكن هناك أي وجود للقاعدة أو التنظيمات الجهادية المراكشية. بالضبط هذا ما كنت أود قوله، نحن نتذكر بأنه الزرقاوي ومجموعته قاتلت أو حاربت التنظيمات المقاومة العراقية الحقيقية وقضت عليها وجاءت على أنقاضها، وبالتالي السؤال اليوم المطروح إلى أي مدى هذه الوثائق تشير إلى أنه مثل هذه التنظيمات مثل تنظيم الدولة يدخل ضمن ما يقال عنه لعبة الأمم؟ بالتأكيد لا يمكن فصل الإرهاب عن الجيوسياسة، يعني تحدث هناك تقاطعات ولكن ليست هي الصناعة، يعني هنا يحدث الخلط دائما، يعني أنت تخلق هناك ظروف لحركات موجودة في العالم أجمع سواء كانت ذات توجهات يسارية أو يمينية أو إسلامية يعني دينية، وبالتالي هذه الحركات هي يعني تحدث هناك تقاطعات، هناك دائما محاولة للأجهزة الاستخبارية لاختراق هذه الجماعات، وبالتالي محاولة يعني حرف عن توجهاتها سواء الأيديولوجية أو السياسية، وبالتالي هذه حرب دائمة، لكن يجب التفريق بين استثمار هذه التنظيمات كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وغيرها من التنظيمات الراديكالية، وبين القول بأنها أن هذه التنظيمات هي الصناعة. دائما هذه التنظيمات هي وليدة نتائج مظالم، هذا هو الراسخ لدى كل خبراء الإرهاب، أن هذه التنظيمات هي نتيجة مظالم حقيقية تنشأ في الواقع الاجتماعي نتيجة مظالم سياسية أو اجتماعية أو أثنية أو عرقية، وبالتالي تذهب باتجاه الردكلة كما يقال، ثم بعد ذلك يعني تحدث هذا، وبالتالي يعني دائما هناك تداخل محاولات اختراق بشكل كبير، ولذلك لماذا كل هذه الدول سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي يشكل تحالف كبير دولي للقضاء على هذا التنظيم وينفق كل هذه المليارات، يعني ما هو الغرض الذي
ستفعل. هي دائما نعلم أنها بعد 20 سنة مثلا في أفغانستان انسحبت، اضطرت إلى التوقيع على اتفاق السلام مثلا مع طالبان، رغم أنها تريد أن تتنصل منه مثلا تحاول، ولكن دائما هناك طبعا أهداف سياسية خلف كل هذه التحركات. لكن هذه الحركات لديها أجندة خاصة منفصلة عن أجندة هذه القوى. نعم. واللعبة الدولية. ولكن قد يقول لك قائل سيد حسن بأنه مثل هذه التنظيمات، نحن نتحدث عن تنظيم الدولة والبشاعات التي ارتكبها والتي كانت بطريقة استعراضية كلنا يذكرها ولا تعكس لا فكرا ولا رؤية، وبالتالي ألا يشير هذا إلى عملية شيطنة ممنهجة للمنطقة بشكل عام لتبرير هذا التدخل والتحالف الذي تحدثت عنه للسيطرة على الأحداث في المنطقة؟ لا، هو يعني دائما يجب أن نميز، طبعا هناك عملية يعني ليست سرا، هناك استراتيجيات مكشوفة للأمن القومي الأمريكي في محاملة الهيمنة والسيطرة. ونعلم أن المحافظين جدد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بان فترة بوش طرح مشروع القرن الأمن الأمريكي الجديد، وبالتالي مشروع الشرق الأوسط الجديد، هذا أمر لا يعتبر سرا. ولكن هذه دائما الحركات لها أجندة خاصة، يعني تنظيم، إذا نظرت إلى تجربة كل مثلا آخر تجربة في بالما عندما قبل أيام طبعا تم طرد التنظيم من مدينة بالما عندما سيطر على بالما، هذه حركات محلية يعني كانوا هم جزء من تحالف أهل السنة والجماعة، وكذلك يعني وسط أفريقيا كانت في الكونغو ما يسمى التحالف الديمقراطي، يعني قوى ديمقراطية ثم أصبحت سلفية ثم أصبحت جهادية. هذا حدث في جنوب مثلا الفلبين عندما كانت هناك حركة تحرير مورو الإسلامية، ثم انشق عنها حركة يعني جماعة تنظيم الدولة. وبالتالي هذه الحركات بفعل المظالم المحلية والسياسات الدولية والتدخلات الخارجية تتراديكال، تصبح أكثر راديكالية، وبالتالي تمارس أنواع من التكتيكات القتالية أو النظام من الحكامة في غاية السوء أو في غاية البشاعة. لكن هذا لا يعني أنها ترتبط دوما بأجندة خارجية، هي بالعكس هي وليدة هذه التدخلات الخارجية. يعني غالبا هاي التدخلات الخارجية مع المظالم الداخلية الأنظمة الدكتاتورية هي تنشئ هذا الكيان، لنقل يعني من ينشئ وحش فرانكشتاين هو فرانكشتاين ذاته، هو الذي ينتج هذا الوحش، هو الذي يصنع نتيجة سياساته في المنطقة الداخلية وكذلك دعمه للأنظمة الدكتاتورية. طيب السؤال الذي قد يطرح اليوم، لماذا تكشف الولايات المتحدة عن مثل هذه الوثائق؟ ألا تسبب لها حرجا، خاصة أنه قد يحملها وزر الكثير من الجرائم التي جرت في المنطقة وتحديدا في العراق وسوريا ربما؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تكتيكات مكافحة الإرهاب ما تسمى، وبالتالي هذه كلها التكتيكات المبنية على تراث عسكري طويل وفق تكتيكات فرق تسد، دائما تحاول أن تضرب هذه الجماعات بعضها وتحاول أن تخترق هذه الجماعات بنفسها. لكن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تدرك بشكل واضح وصريح بأنها هي قوة في النهاية إمبراطورية، يعني هي ليست بحاجة إلى تشويهها، لأن هي أصلا مشوهة. يعني عندما احتلت العراق في 2003 تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل، ثم تبين كذب كل هذه القضية وأطاحت بنظام يعني يتمتع بالشرعية بصرف النظر عن يعني رضانا أو غضبنا على هذا النظام أو اعتراضنا على بعض الممارسات، أضاحت بنظام شرعي وبدون قرار أممي، يعني لا يوجد هناك أي قرار أممي. وعندما سئلت مادلين أولبرايت عن القتلى في العراق بأن هناك حوالي مليون، قالت هذا ثمن مناسب. وبالتالي هذه طبيعة الإمبرياليات في التاريخ، وهي طبيعة التدخلات الأمريكية وكذلك التدخلات الفرنسية في أفريقيا مثلا. شاهدنا مؤخرا تقارير الأمم المتحدة عندما تحدثت عن قصف مثلا عرس في مالي، وكذلك التقارير في أفغانستان. هناك يعني يوميا تقارير تقول عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن هذه القوى الإمبراطورية ليست بحاجة إلى تشويه لأنها تمتلك القوة ببساطة. طيب أشرت قبل قليل إلى أنه ربما أحد أهداف مثل هذه الوثائق ونشرها هو زرع البلبلة داخل التنظيم وربما التمرد، برأيك إلى أي مدى يمكن أن يحدث بالفعل مثل هذا التقرير وهذه الوثائق صدى لدى في داخل التنظيم؟ لا أعتقد، يعني هذه يعني تنجح هذه الاستراتيجية كما هي
الاستراتيجية الأخرى، مثلا عمليات قطع الرؤوس بطائرات دون طيارة وعمليات خاصة. هذه القيادات هذه دائما تنجح في المنظمات التي لا تتوافر عليها هياكل تنظيمية صلبة وراسخة ولديها خبرة تاريخية طويلة، وبالتالي هي فقط تحاول أن تبث بعض الشكوك داخل نفس مثلا مجلس الشورى أو لدى المقاتلين وتدفعهم إلى الانفصال عن هذا التنظيم. لكن هذه المنظمات الراسخة تاريخيا على اختلاف أنواعها لا تؤثر فيها مثل هذه التكتيكات، لأنها لديها هي أصلا جهاز أمني واستخباري ولديها طرق دعاية مضادة، وبالتالي هي محصنة غالبا من هذه. هي تحاول تؤثر أكثر على من يرغب بالانضمام ربما، يعني هي لديها أهداف تأثير على داخل هياكل التنظيم، لكنها الرغبة الأكثر في عملية دعاية للناس الذين يرغبون بالانضمام، الناس العاديين الذين يرغبون بالانضمام إلى التنظيم، وبالتالي تنفيرهم بالقول أن هذا رجل عميل إلى التنظيم. أشكرك جزيلا سيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معي عبر سكايب من عمان.